أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة أن الإمارات تقدم نموذجا ملهما في تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مسيرة التنمية. وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة إكس: في يوم المرأة الإماراتية نحتفي بإنجازاتها المتميزة ورسالتها التربوية ودورها في تنشئة الأجيال على الأخلاق والقيم. بفضل دعم القيادة تقدم بلادنا نموذجا ملهما في تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مسيرة التنمية في الحاضر والمستقبل.